بسم الله الرحمن الرحيم. جريد 8 الصف الثاني الاعدادي، اهلا بكم. هنكمل بقيه الليسون، ليسون 3 بقى، نبدا في ليسون جديد بيتكلم على ايه؟ على المين جروبز ان ذا مودرن بريدكتيف. بعد ما خلصنا المودرن بريودك تيبل كان المفروض نبدا نشوف الجروبز اللي فيه ونشوف البروبرتيز بتاعتها ومين العناصر الموجوده في هذه الجروبز. فالراجل قال والله احنا هنختار ثلاثه جروبز من هذه المودرن، طبعا عندي 18 جروب، طبعا مش ادرس ال 18. قال لي والله انا هعمل لك 3 جروبز اونلي. قول يا سيدي. قال لي هديك الجروب 1A اللي هو تعتبر الالكالاي ميت، هنقول ليه بقى سموها كده، وهديك الجروب 7A اللي هي 17 اللي هي نون ميتال، وهديك الجروب اللي هو الزيرو جروب اللي عندك. طيب تعال نشوف مع بعض كده ايه هي الجروب 1A او الجروب الالكالاي ميتال. طبعا الدرس هيبقى سهل جدا، يعني اسهل ما يكون. كل الحاجات اللي فيه اي سينك الناس كلها عارفاها وتمام التمام، يعني المذاكره بتاعتها تبقى فيري فيري ايزي. تعال نشوف كده مع بعض ايه الموضوع. اول حاجه اللوكيشن موجوده فين دي؟ قال لي والله موجوده في الليفت سايد اوف ذا مودرن بريدكتيف. طبعا ادي المودرن بريدكتيف اهو موجوده في اخر الليفت سايد، طبعا ما فيهاش مشكله، يعني موجودة في البلوك اس. اهو قال لي حتى there are first group in block S. S block. خلاص. General properties بتاعة الالكالاي ميت. ايه يا سيدي الجنرال بروبرتيز؟ أول حاجة الفيزيكال بروبرتيز. قال لي هذه الكالاي ميتال ار جود كوندكتور اوف هيت والكتريستي، زي ما أخدناها في جريد 4 لما كنا بنتكلم على جريد 4 زمان. كنا قسمنا الالمنت الى ميتال اند نون ميتال، وقلنا الميتال بنخصصها جود كوندكتور اوف هيت والكتريستي ومش عارف هاي ميلتنج بوينت عندها لوست. كل الحاجات دي قلناها في جريد 4، حاجات ايزي جدا سهله، ودي من خصائص الميتال مش محتاجه. تاني حاجه موست اوف مودرن، موست اوف زيم لو دانستي، يعني معظمها في الدانستي بتاعته قليله. حتى تشوف كده التيبل ده الوان يا جماعه اهو، ده كده الوان بتاع الووتر، ده الوان ده كل اللي عندي ده اهو، عندي الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم، الثلاثه دولت اقل من الميه، الثلاثه اهو اقل من الميه في الدنستي، لكن عندي اتنين تانيين اكتر من الدنستي بتاع الووتر، فعشان كده ما قاليش كل، قال لي موست اوف زام. From the object vigor we can conclude that الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم float on the water surface، صح، لانهم اقل من الووتر دنستي فعشان كده float، لكن عندي اثنين منهم السيزيوم والربيديوم الاثنين دول ما تسينك في الووتر اهو، لكن الربيديوم والسيزيوم سينك في الووتر. ليه؟ because the density is more than or higher than the density of water. كلام يا جماعه جنرال جدا ما فيهوش اي مشاكل. تعال نشوف بقى الكيميكال بروبرتس. ايه الكيميكال بروبرتس؟ تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجه زي ار مونوفالنت اليمنت، نشوف ايه الموضوع ده. هنطلع مع بعض كده بيج صفحه اهو. وطبعا يا جماعه الفالنسي زي ما اخدناه قبل كده مرتبط بايه؟ مرتبط بالنمبر اوف الكترونز ذات ذا اليمنت جين لوس اور ايفن شير، وده تعريف الفالنسي. انا عندي هذه الالكالي ميتر كلها ليه؟ هي ليه يا جماعه؟ انا صنفتها في المجموعه 1A لان كلها تحتوي على 1 الكترون في الاوتر موست بتاعها، يبقى كل الاوتر موست بتاعها يحتوي على 1 الكترون، فعشان كده سميتها الجروب 1A. سو علشان كده هي مونوفالنت. ليه؟ اهو هيقول لي ليه؟ because they tend to lose او عندها they have only one electron في الاوتر موست انرجي ليفل. فاثناء الكيميكال رياكشن
زي تومت تولوز بتفقد هذا الالكترون وتحول قلنا الى بص بقى اهو هتقلها لك اهو شوف زي تن تو لوز زير فالانسز اوت موست الكترونز during the chemical reactions forming positive ion. We each of them carry one positive charge. خلي بالك هو جاب لك الايكويشن دي، خلي بالك ايه هفهمها لك عامله ازاي. هو بيقول لك اي element M لما لو كان ميتال بقى هيلوز الالكترون ده. طبعا نيجاتيف كده معناها فقط. نيجاتيف E دي تعني الكترون وادي الشارج بتاعته نيجاتيف. لكن النيجاتيف دي معناها انا اخدت منه يبقى لوس، هيلوس الكترون تحول الى ام بوزيتيف. طبعا عشان فقد 1 الكترون هتحول الى بوزيتيف 1 الكترون، يعني تشال شارج واحده، وده لانه فقد 1 الكترون. فالايكويشن دي معناها الاي دي يا جماعه معناها ايه؟ النيجاتيف اي يعني فقد 1 الكترون. لوس 1 الكترون ديورنج الكيميكال اكشن. بعد كده زي ار اكتيف اليمنت. اكتيف اليمنت. سو زي ار كيبت اندر ذا سيرفيس اوف كيروسين. احنا خدنا السنه اللي فاتت لما كنا بنصنف الاليمنت كنا بنقول في فيري اكتيف ميتال، في ليس اكتيف ميتال، في ان اكتيف ميتال. وصنفناه السنه اللي فاتت قلنا الصوديوم والبوتاسيوم دول يعتبروا من الفيري اكتيف، عشان كده كيبت اندر كيروسين سيرفيس علشان بريفنت ات فروم رياكشن مع الاكسجين بتاع الاير. هنا نفس الكلام برضه اهي زي ار اكتيف ميتال علشان كده كيبت اندر ذا كيروسين سيرفيس، بس المره دي قال لي ايه كمان برافين اويل. ايه الموضوع بتاع البرافين اويل ده؟ لما جيت يا جماعه اكيبت هذه الميتال under the surface of كيروسين لقيت كله نافع، كله زي الفل، ما عدا الوحيد اللي اعتقد الليثيوم. ايه الليثيوم؟ انت مش عايز ليه كيبت under كيروسين سيرفيس؟ قال لي والله يا ريت انا بودي، بس كل ما تحطني هنا على السيرفيس اوف كيروسين انا فلوت. طب ليه؟ قال لي اصل انا في الحاله ديت الدنس بتاعتي اقل من الكيروسين فمش قادر اغطس فيه، مش قادر سينك في الكيروسين. طب ما تشوف لي حاجه ثانيه. قلت له طيب تعالى خد ايه البرافين اويل. لما حطيته في البرافين اويل لقيته خلاص سينك تمام، يبقى انت كده سينك في البرافين اويل، يبقى انت تمام، يبقى انا هحفظك تحت ايه البرافين اويل يا جماعه. ده واحد من انواع الليكويدز اللي بتيجي يا جماعه منين؟ من البترول. يعني البترول ده لما اعمل له سيبريشن للكومبوننت بتاعته الاقي عندي منها في عندي حاجه اللي هو بقى البنزين والكيروسين والبارافين اويل، كل الحاجات ديت من مكونات البترول، فبالتالي هو سنك فيها فاقدر احفظه تحت الايه؟ البارافين اويل. خلي بالك بقى كل الاليمنت بتاعت جروب 1 ايه كلها تنفع كت اندر ذا بارافين اويل، لان كلها الدس بتاعتها اكتر من الفارافين اويل، لكن الوحيد اللي ما ينفعش هو مين؟ هو الليثيوم. الليثيوم عايز بارافين بس، ما يقدرش ان هو كيبت اندر الكروسين سيرفيس لان الدس بتاعته اقل من الكروسين. نرجع بقى تاني لموضوعنا. يبقى هنا كله بيحفظ تحت الكروسين سيرفيس ما عدا الليثيوم بيكوز اتس ليس ذان ذا كروسين سيرفيس سو ات كيبت اندر بارافين اويل. Their chemical activity increase as atomic size increase. طبعا اتفقنا قبل كده يا جماعه الميتاليك بروبرتي اساسا بتزيد كل ما تحرك from up to down. وقلنا ليه؟ قال لي لان كل ما تحرك من up to down الاتوميك سايز بيزيد، ولما الاتوميك سايز بيزيد بتزيد معاه الابيليتي اوف اتوم تو لوز اوتر موست الكترونز، وبالتالي بتزيد معاها الميتاليك بروبرتي. قلناها قبل كده في الاتوميك سايز كل ما اتحرك فروم اب تو داون السايز بتاعي بيزيد، ولما السايز يزيد يزيد معاها الاكتيفيتي لانه بيزيد معاها الابيليتي تو لوس اوتر موست الكترونز. بيقول لي زي الكيميكال اكتيفيتي انكريز از اتوميك سايز انكريز،
وير السيزيوم بقى انشط واحد فيهم، لان هو اكبر اتوميك سايز، هو اخر واحد هو اكبر اتوميك سايز. most active element in the periodic table كله، يعني هو اكتر element او metal active في المودرن periodic table، لانه اكتر الميتال اتوميك سايز كله. لكن عندي بقى الليثيوم بقى، الليثيوم ده اقل نشاط فيهم. As it has the largest atomic size of cesium, so it lost their valency electron easily. زي ما قلت لك، كل ما يكون الاتوميك سايز بتاعه كبير كل ما يقدر يفقد الالكترونز اسهل. نوت الفرانشيوم ريدياكتيف اليمنت. الفرانشيوم يا جماعه ده عنصر المفروض بعد السيزيوم هنا في المجموعه 1A، ولكن ريدياكتيف غير ستيبل. ما دام غير ستيبل يبقى مش قادر ان انا اتعامل معاه، فمش بحطه داخل التصنيف. فيبقى عندي اخر حد عندي هو السيزيوم، والفرانشيوم ده يعتبر ريدياكتيف اليمنت او عنصر مشع. يقول لي نمبر 5 من خصائص الالكالي ميتال، ذي ار نيمد الكالي ميتال. ليه بقى؟ هنا بيجي جيف ريزون ذا جروب 1 ايه از كولد الكالي ميتال. لقيت يا جماعه انها رياكت مع الووتر فورمينج الكالاين سوليوشن، ولازم اكتب له الايكويشن بتاعتي. في الايكويشن دي تعالى اقول لك الايكويشن عباره عن ايه. هي عباره عن تفاعل الصوديوم مع الووتر او البوتاسيوم مع الووتر، في الحالتين هيدي لي الكالين سوليوشن. اهو عندي ان ايه بلس H2O يدينا ان ايه او اتش بلس H2 ايفولفز. وكمان يا جماعه اقدر اكتب هنا كمان حراره، ان هذا التفاعل طارد للحراره، بينتج عنه حراره اللي بتخلي الهيدروجين بيرن باي بوب ساوند. طبعا كده الايكويشن مش موزونه، هنا 2 هنا 2 وهنا 2. فبيقول لي ليه سميناها الكالين ميتال؟ قال لي سميناها كده علشان ايه؟ عشان زي رياكت مع الووتر فورمينج الكالين سوليوشن. يعني انا اقدر يا جماعه نفس الايكويشن دي اعملها باستخدام البوتاسيوم، يبقى كله والبوتاسيوم اي كي او اتش، يعني كل المعادله زي بعضها بالظبط ما عدا الصوديوم يبقى بوتاسيوم والبوتاسيوم يبقى صوديوم، وده الفرق الوحيد. ويبقى هنا جيف ريزون ليه كولد الكالاين ميتال، بيكوز زي رياكت مع، اهو ليه سميناها كده؟ بيكوز زي رياكت مع الووتر فورمينج الكالاين سوليوشن. الرسمه اللي عندي دي يا سيد بتعبر عن ايه؟ حاجتين بيتفاعلوا، واحد منهم صوديوم والتاني بوتاسيوم. هل حد فيكم يقدر يقول لي مين فيهم الصوديوم ومين فيهم البوتاسيوم؟ هل ده الصوديوم ولا نمبر 1 ولا نمبر 2؟ حد يقدر يقول لي ويقول لي ليه؟ ها؟ حد يقدر يقول لي مين هو الصوديوم فيهم وليه؟ أو مين فيهم البوتاسيوم وليه؟ من غير ما أبص على الأسماء بقى اللي تحتيها. طيب انا اقول لك، طبعا ده يكون البوتاسيوم. يا سيدي انت حافظ، ما انت الكتاب معاك وحافظ. لا يا جماعه، الفكره كلها بالفهم. انا عندي الصوديوم والبوتاسيوم اتنين اكتيف ميتال، صح؟ طب يا ترى مين هيكون مور اكتيف؟ هل الصوديوم اكتر بوتاسيوم ولا العكس؟ قال العكس، البوتاسيوم اكتر. ليه؟ اتفقنا كل ما بنزل لتحت الاتوميك سايز بيزيد، ولما الاتوميك سايز بيزيد الاكتيفيتي بيزيد. فواضح نشاط ده الحريق، النار اللي خارجه والاكتيفيتي والتفاعل اللي عندي واضح انه اقوى من ده، يبقى اكيد ده هيكون البوتاسيوم واكيد ده هيكون الصوديوم. يبقى ليه؟ بيكوز ده واضح انه مور اكتيف زان الصوديوم، وطبعا البوتاسيوم اكتيف من الصوديوم. ليه؟ بيكوز البوتاسيوم عنده ال اتوميك سايز بتاعه اكبر من الصوديوم، سو ات اكتيف مور اكتيف ذان الصوديوم. القانون المعادله بتاعته حط كله. قال لي بقى خلي بالك بقى من الاوبزرفيشن، انا هحفظه يا جماعه بقى، هنا احفظه.
both sodium and potassium react with waters and hydrogen gas evolves. في الحالتين بيتفاعلوا مع الميه وبيطلع الهيدروجين جاز which effect على الهيت اوف ذا رياكشن. وطبعا هنا بيطلع هذا الهيدروجين جاز بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ burn which evolves with a pop sound. طب بيجي الساوند منين؟ انت قلت لي يا سير الهيدروجين ده بيتحرق. طب ايه اللي حرق هنا؟ قال لي بص 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 شوف الحريقه جت منين؟ by the effect of the heat produced from the reaction. يعني عشان كده بقول لك اقدر اكتب هنا هيت ليه؟ اقدر اكتب هنا هيت ليه؟ لان هذا التفاعل بيطلع عنه فعلا حراره. والحراره دي هي سبب البوب ساوند اللي بيحصل هيدروجين نتيجه هذا الرياكشن. تاني حاجه الرياكشن ده بتاع البوتاسيوم الوتر مور سترونجلي ذان الصوديوم. يبقى تفاعل البوتاسيوم اكثر نشاط من الصوديوم وبرضه هيقول لي ليه؟ هقول له ماشي عادي جدا. ليه؟ The reaction of potassium with water stronger than sodium because البوتاسيوم هيكون more active than sodium as atomic size is larger than sodium. يبقى يا جماعه كل ما اتحرك من up to down كل ما اتحرك from up to down الاكتيفيتي بيزيد وبيزيد معاه الاتوميك سايز والاتوميك سايز هو اللي بيخلي الاكتيفيتي اكتر. يبقى العناصر اللي هي اكثر سايز بتبقى اكثر اكتيفيتي as it's the losing الالكترونز بتاع الفالنسي بيكون ايزير اسهل. يفقد هذا الفالنسي بيكون اسهل. وادي يا جماعه الايكويشن اللي انا قلت لك من شويه سواء الصوديوم او البوتاسيوم الاثنين نفس الايكويشن. بيبقى تفاعل الصوديوم مع الووتر اديني الكالين سوليوشن هيدروجين جاز ونفس القصه وزي ما قلت لك اكتر اقدر اكتب هنا حراره لانها خارجه مع التفاعل ودي اللي بتخلي الهيدروجين ده اهو يحصل له بيرن باي بوب ساوند. نيجي بقى شويه حاجات ابلكيشنز مرتبطه بالكلام ده كله. صوديوم فايرز نوت بوت اوف باي ووتر. طبعا ده انت لو انت طفيت حرائق الصوديوم بالووتر يا لهوي يبقى انت كده بتولع الدنيا اكتر. ليه؟ لان الصوديوم يا جماعه بيتفاعل مع الووتر ويديني الكالاين سوليوشن وطبعا في هيت وهيدروجين جاز ايفولفز ويتش بيرن باي بوب ساوند. السؤال الثاني صوديوم اسكيبت اندر سيرفيس اوف كيروسين. طبعا مش الصوديوم بس كل الالكالاين ميتال كيبت اندر كيروسين ما عدا الليثيوم اللي كيبت اندر بيرفين اويل هو تو بريفنت ذيم رياكشن ويز موست اير. موست اير اللي هو الهواء الرطب. موست اير ليه؟ لان هو في رياكتيف ميدر رياكت جدا مع الاكسجين بتاع الموست اير ويطلع لي طبعا وهنا طبعا لوس اتس ميتاليك كلستر بيفقد لمعانه. يبقى تو بريفنت رياكشن ويز اي موست اير از ات از ان اكتيف ميتال. طب الهيدروجين جاز لوكيت في الجروب 1 ايه مع انه نون ميتال. ايه اللي جابه هنا ده؟ اللي جابه هنا ان الاكسجين ده الصوديوم ده سوري الهيدروجين ده يا جماعه عنده 1 اتوميك نمبر الاتوميك نمبر بتاعه 1 وبالتالي هنا اللوكيشن بتاعه في البيريود نمبر 1 في الجروب 1 ايه يبقى هو تبع لكن هو طبعا نون ميتال. ادي بالنسبه للالكالين ميتال ادي كل الحوار طبعا كلام كله جنرال انا شايف انه ما فيهوش اي مشاكل جنرال جدا ما فيهوش اي مشاكل. طب تعال نشوف بقى الهالوجين اللي هو جروب 7 ايه ودي موجوده في اخر حاجه في المودرن بيريودك تيبل قبل المجموعه الزيرو اللي هي 7 ايه. تعال نشوف الكلام ده كده اللوكيشن ان ذا مودرن بيريودك تيبل طبعا موجوده في اقصى الرايت سايد اون ذا رايت سايد اوف ذا مودرن بيريودك تيبل بيفور انرت جاز. طبعا هي 7 اي و17 موجوده في البي بلوك تمام كل ده كلام زي الفل. بعد كده الفيزيكال بروبرتيز زي الفيزيكال ستيت از جراديويت فروم ذا يعني الحاله بتاعتها متدرجه منين؟ من الجاسيوس الليكويد للسوليد. عندي فيها الفلوراين والكلوراين ده جازوس ستيت البروماين ده ليكويد ستيت الايودين ده سوليد طب والاستين
ده ارتفيشال، يعني يتم تحضيره صناعيا. يبقى انا عندي اتنين جازيوس، واحد ليكويد وواحد سوليد. They are bad conductor of heat and electricity. Bad conductor of heat and electricity، مظبوط. هنا يا جماعه بتكلم عن نون ميتال، فالنون ميتال باد كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي، مظبوط. الكيميكال بروبرتيز، تعالى يا كيميكال بروبرتيز، اي تعالى انا بقى ايه؟ مونوفيلنت. يا جماعه خلي بالك، اي المنت مونوفيلنت معناه ان هذا الالمنت عنده حاجه من اثنين، يا وان الكترون يبقى الكراي ميتال مونوفيلنت، يا عنده 7 الكترونز ويبقى برضه هالوجين مونوفيلنت. مونوفيلنت يعني احادي التكافؤ. تمام. طبعا عنده 7 الكترونز، معنى كده تند تو جين، هيكتسب 1 الكترون ويتحول الى نيجاتيف ايون، وطبعا يحمل 1 نيجاتيف تشارج لانه جين 1 الكترون اونلي. They tend to gain 1 electrons during the chemical reaction and change into negative ion which has 1 negative charge. كلام جدا جدا سهل، انا شايف كده خالص ما فيهوش اي حاجه. والايكويشن دي خلي بالك بقى من هنا، ان هنا في كلمه ايه؟ بلس اي، يعني هنا الاليمنت اكتسب الكترون، بلس اي اكتسب. لكن نفس دي يا جماعه هنا كانت في في الالكلاي ميتال، بص كانت ايه؟ لوس، يعني نيجاتيف. هنا لك نيجاتيف لوس، لكن هنا واضح انها بوزيتيف، يعني جين الكترونز وتحول الى نيجاتيف اي. They exist in the form of diatomic، وكلمه diatomic يعني ثنائي الاتوم. خلي بالكم يا جماعه احنا خدنا في سنه اولى برضو ان الاليمنت مولكيول حاجه من اثنين، يا مونو اتوميك يا داي اتوميك. المونو ده يعني المولكيول بتاعه مكون من اتوم واحده، وخدنا مثال الميركوري كليكويد، والمثال بتاع الجازوس الانرت جازوس، كل الانرت جازوس مونو اتوميك، والميركوري مونو اتوميك. امال ايه يصير الدياتوميك ده؟ الدياتوميك حاجه من اتنين، البروماين كليكويد والاكتيف جازوس كجازيوس، هيدروجين اكسجين نيتروجين كلوراين، كل دي تعتبر مونو دياتوميك. دياتوميك خلي بالك في فرق بين دياتوميك ودايفيلنت، لكن هي دياتوميك يعني جزيئات ثنائيه الذره، يبقى كله عشان كده كده بتشوف، بص اللي احنا هنا كلها 2 2 2 2، يعني المولكيول بتاعها عباره عن ايه؟ 2 اتومز. يبقى زي ار دايتوميك مولكيول فورمد اوف 2 اتومز. زي اكتيف اليمنت زير فور زي برضه نوت اكزيست ان ذا ناتشرال اند اليمنتري ستيت، يعني ايه الكلام ده؟ هي برضه نشطه. النشاط يا جماعه ليس متوقفا على الميتال. زي ما الميتال فيها اكتف ليس اكتف، عندي النون ميتال فيها اكتف ليس اكتف. هذا الاليمنت فيري اكتف اليمنت بس في حاله النون ميتاليك ستيت. طب ايه اللي بيحصل عشان هي نون هي اكتف قوي؟ قال لي عشان هي اكتف قوي دونت فاوند ان ا اليمنتري ستيت، وكلمه اليمنتري ستيت يعني حاله عنصريه، عمرك ما هتلاقيه جاي عنصر. امال هجلي ايه؟ قال لي هتيجي تلاقيه مركب هتفاعل مع ميتال مكون حاجه اسمها سولت. تعال تشوف كده ازاي اهو. زي but they are found in the compounding with other element forming chemical compound. زي مين يا سيدي؟ طبعا كله ده يعمل كده ما عدا الاستين اللي هو artificially prepared. الاستيتين ده prepared artificially، فعشان كده ما بيعملش، لكن كل معظم العناصر الثانيه موجوده اللي هي من عند الفلوراين كلوراين، اللي هم الخمسه الاربعه دولت، فلوراين كلوراين بروماين اند ايدين، دي كلها ما لا توجد في حاله عنصريه، لا توجد في الالمنتري ستيت، ولكن موجوده في شكل كومباوند مركبات. طب ليه سموها هالوجين؟
قال لي بص يسموها بقى، تعالى ما اقول لك، انها رياكت مع الميتال تكون سولت، سو زي كولد هالوجين. يبقى جيف ريزون ال 7A او 17 كولد هالوجين اليمنت بيكوز رياكت مع الميتال فورمينج سولتس، سو زي ار كولد هالوجين which mean forming salts، مكون ملح. وادي اكزامبل على كده، البوتاسيوم كي مع البروماين، البوتاسيوم او الصوديوم مع الكلورايد، ده كل دي اسمها salts. كي بي ار بوتاسيوم كلورايد بروماين، او ان اس ال صوديوم كلورايد بوتاسيوم بروميد بوتاسيوم فلورايد، اي حاجه من الهالوجينز تسمى salt، يبقى ده اسمه salt. اي ميتال مع هالوجين يسمى سولت. الايتش اليمنت ريبليس ذا اليمنت بيلو ان ذا ستيت، يعني ان ذا سوليوشن. ازاي يا جماعه؟ يعني لو انا بصيت للاكتيفيتي، احنا كنا بنتكلم قبل كده في هذه المجموعه، قلنا ايه في المجموعه النون ميتال، كل لما بنزل تحت فروم اب تو داون النون ميتاليك بريبرتي ديكريز، النون ميتاليك بريبرتي ديكريز، يبقى اللي فوق ده الفلوراين انشط منهم كلهم، الكلوراين انشط من دول، الايودين انشط من ايه، البروماين انشط من الايودين، يبقى كل المنت فوق انشط من اللي بعديه، ما دام انشط من اللي بعديه يقدر يحل محل. بمعنى ايه؟ انت قعدت على كرسي وجي واحد اقوى منك قال لك انا عايز اقعد على الكرسي ده، هتتناقش معاه؟ هتقوم قايم وتسيب له الكرسي. ليه؟ بيكوز هي مور اكتف ذان يو. كذلك عند الفلوراين، كلوراين بروماين، كل دول انشط من اللي بعديهم، يعني يقدر هنا الكلوراين يقول للبروماين ايه؟ يا بروماين انا مش عايز اشوف وشك في المنطقه. يقول لايودين يا ايودين غور من وشي. يبقى هنا يقدر يحل محل دول. ليه؟ بيكوز ات اكتف ذان ذا اذرز. عشان كده الراجل جايب لك مش يقول لك ايه؟ تعالى بص معايا هنا كده، لو الكلوراين ده تفاعل مع البوتاسيوم بروميد، الكلوراين يقول لي ايه؟ يا بروماين ها وانت انشط ولا انا؟ يقول له انت، يقول له خلاص شكرا مع السلامه، يطرده هو ويخش مكانه يبقى بوتاسيوم كلورايد ويطلع البروماين لوحده. كذلك هنا الكلوراين مع الصوديوم برومايد، البرومايد برضه يحل بقى مين؟ الايودين بقى اللي هو يضرع عليه بقى اللي تحتيه. يبقى كل اليمنت ريبليس ذا اذرز. ليه؟ بيكوز ذا اكتف ذان ذا اذرز. يبقى ايتش اليمنت ريبليس ذا اليمنت بيلو الات از، طبعا ان هو مور اكتف ذان ذا بيرو، كل اليمنت ما انشط من اللي وراه. يبقى الفلوراين انشطهم كلهم، يليه الكلوراين انشط من ايه؟ من البروماين والايودين. فاضل مين؟ فاضل البروماين انشط من الايودين. طبعا الايودين ده الوحيد اللي غلبان، اللي غلبان وموجود في حاله طبعا ايه لا يرثى لها، انه اقل واحد فيهم في الاكتيفيتي. دي الايكويشن دي كلها كيب يا جماعه. طبعا كده خلصنا الحته بتاعت ال 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 الهالوجينز. طبعا الحته دي بتاعت ريشمنت فرون، ده الحته بتاعت ريشمنت فورميشن ديت، بيتكلم على ايه؟ الفلورين ده يا جماعه اكتف قوي 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 من كتر نشاطه، لما يحصل رياكشن اكتف هالوجينز بات ات دازنت ريبليس ذا اذر، ما بيحلش محلهم. ليه؟ لانه من كتر نشاطه لما يخش يتفاعل معاهم مع السولتس سوليوشن بيكوز ات رياكت مع الووتر ويتش ذا سولت اتزولف ان، يعني من فرط نشاطه مش مستني يتفاعل مع السولت، لا ده بيتفاعل مع الووتر اللي هذا السولت دايب فيه. عشان كده doesn't replace others as it is very active than the others. فاضل بس الحته بتاعت البروبرتيز اوف اليمنت ان ذا يوز، طبعا الانرت جاز طبعا بالنسبه للانرت جاز طبعا ما فيهاش كلام، انها كلها عناصر موجوده في اخر التيبل، ودي طبعا doesn't react خالص، الفالنس بتاع زيرو، عباره عن مونو اتوميك، وطبعا don't react في الاوردينال ستيت، يعني لا تفاعل في الحاله الطبيعيه. ولو الاستيشن دلوقتي يا جماعه فصل هنخش على نفس اللينك.